أهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله راح أعمل معكم بسكويت الكوكيز في 10 دقائق، يكون جاهز معنا بطريقة جدا سهلة وبسيطة. نبتدي بسم الله. أول حاجة نجيب وعاء ونخلي في الوعاء بيضة. هذيك البيضة نخلطها كويس بالمضرب اليدوي، وبعدين نضيف عليها نصف كوب من السكر البني وملعقة صغيرة من الفانيلا، ونبتدي بالمضرب اليدوي نخفقهم كويس حتى نتأكد أن السكر ذاب معنا تماما. في هذه المرحلة نضيف 100 غرام من الزبدة، تكون بحرارة الغرفة وتكون تراوتها نفس هذه التراوة بالضبط. وبعدين نبتدي بالمضرب اليدوي في التحريك المستمر حتى يصير عندنا خليط نفس خليط الكريمة. طبعا أنا هنا نسيت رشة الملح، فضفت رشة ملح. ومن يوصل عندنا الخليط في هذا القوام راح نبتدي نضيف الدقيق. في البداية ضفت 1/4 ملعقة من الخميرة، خميرة الحلويات، وبعدين ضفت أول كوب من الدقيق وابتديت أحرك باستخدام الملعقة حتى جمعت كل العجينة. العجينة التمت معي، ومثل ما ملاحظين العجينة طرية ما زال يحتاج لها دقيق. فهنا ضفت نصف كوب ثاني من الدقيق. طبعا الكوب الثاني راح أضيفه تدريجيا. في البداية ضفت نصف الكوب الثاني وابتديت أحرك وكل شوي نضيف شوي لحتى نتحصل على عجينة لما نشكلها على يدنا على شكل كرة وندخل فيها إصبعنا تتشكل معنا بكل سهولة وبدون أي تشققات. كذا تكون عجينة جاهزة معنا. هنا راح نبتدي نجمعها بإيدين شوي. عجينة الكوكيز ما تحتاج لا عجن ولا دلك، مجرد نلمها بإيدينا لم. في هذه المرحلة راح أضيف 50 غرام من الشوكولاتة. أنا عندي هنا شوكولاتة جالاكسي، قطعتها قطع صغيرة وخلتها مع العجينة. والآن راح نبتدي نشوف العجينة كيف تراوتها. لازم تراوت العجينة تكون نفس هذه التراوة، ما تكونش طرية كثير وما تكونش قاسية كثير. هنا أنا غطيتها وغطيتها بالنايلون، دخلتها الثلاجة، خليتها في الثلاجة نصف ساعة. وهنا بعد نصف ساعة راح ابتدي أشكلهم. أنا هنا حبيت الكوكيز حبيت أعملهم شوي كبار، فأخذت كرة من العجينة وفتحتها، خليت فيها قطعة من الشوكولاتة الجالاكسي وعودت كورتها وصارت جاهزة معنا أول قطعة من الكوكيز. راح نخليها في سينية الفرن، وسينية الفرن ضروري يكون فيها ورق زبدة أو تكون مدهونة بالزبدة. نواصل في العملية بنفس الطريقة، ناخذ قطعة من الكوكيز نفتحها، نخلي فيها قطعة من الشوكولاتة الجالاكسي ونعيد نسكرها ونكورها. طبعا أنا هنا استخدمت العجينة، يعني قسمتها على 4 قطع، عملت فقط 4 حبات من الكوكيز لأن الحبات حبيتهم يكونوا شوية كبار. إذا أنتم تحبوهم شوية صغار بإمكانكم تقسموا العجينة إلى 6 حبات من الكوكيز. وهنا صاروا جاهزين معنا، خليتهم في سينية الفرن وراح أخلي فوقهم شوكولاتة جالاكسي. طبعا قطعتها بالسكين قطع صغيرة، أدخلهم بهالشكل في الكوكيز. راح ندخلهم الفرن على درجة الحرارة 180 تقريبا 12 دقيقة. منشوفوهم أخذوا معكم اللون من تحت، خلاص يكونوا جاهزين معكم. وكذا الكوكيز صار جاهز معنا. ألذ وأسهل كوكيز ممكن تعملوه، وأهم شيء إنها غرقان شوكولاتة من الداخل، شيء لا يقاوم، ألذ شيء ممكن تعملوه وكثير ولادكم راح يحبوه. أتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وصفة اليوم تكون عجبتكم.